نحن تركنا درعة للحرب، خوف للأولاد أطفال، وهيك أمن إلهن وقصفت بيتنا بدرعة. إجينا هون على الأردن، يعني هن مصروفهم صعب، مسؤولية، يعني بحس إنه بدي أجيب إشي ويعني ما معي أجيبه، في أمراض خبز ما بيصير لي أجيب، يعني هذا اللي بيصير بالحياة كلها. بدي اجيب ألبسة شتوية، هن ناقصين أواعي شتوي، ما عندهن أواعي شتوي، وصوبيا هي اللي صوبيا ما عندي أنا. بدي أربي أولادي وما بديش يعني أعلمهم على الدراسة ويشعروا فيي. عليكم السلام. أهلا وسهلا. اسمي بجمال بأولادي. كم عمر الولد يا أختي؟ 10 سنوات. هو أأمن شي بدي أأمن أنا أولادي، أربيهن على التربية الكاملة، يحبوني، يحبوا أخواتهن، لا يضربوا بعضهن، هذا اللي وأحب علي إنه أطعميهن وما يعتازوا إشي. شكرا.